زيادة الوزن مع زيادة يعني الضغوط النفسية أحيانا بتكون سبب في زيادة الوزن. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن هذا الموضوع وإزاي نحن نتجنب زيادة الوزن مع الضغوط والحالة النفسية من خلال لقائنا مع الدكتورة رضوى الباز، أخصائي تغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودكتوراه الكيمياء الحيوية جامعة القاهرة. أهلا بك دكتورة. الحقيقة يمكن إحنا بنتكلم على إنه في ناس لما بتتعرض لزيادة الضغوط وزيادة يعني التوتر والعصبية إن وزنها بيزيد. علميا بيقال ان فعلا لما الواحد بيتوتر عصبيا ونفسيا انه نسبه الدهون في منطقه البطن بالتحديد بتزيد. تمام. هل ده علميا سليم؟ ان السمنه او النحافه هو طبعا مرض كبير، ومرض هو يعتبر بيصنف ثاني اخطر مرض في العالم بعد السرطان، ولكن نجد أن الغذاء ليس هو المتهم الوحيد بالسمنة أو النحافة. فهناك العديد من العوامل المختلفة، سواء كان عوامل نفسية، سواء كان عوامل هرمونية، عوامل جينية بتؤثر في النمط الغذائي أو في تغذية الإنسان. فزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، ساعات الواحد ممكن يمر بظروف نفسية بتؤثر في يعني طريقة تناوله الغذاء، سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. يعني ممكن مثلا بنجد أن في ناس بتعبر عن زعلها أن هي بتاكل كتير، في ناس ما بتاكلش خالص، فبالتالي بيحصل نقص أو زيادة على حسب العامل النفسي. برضو لا نتغافل أن هناك العديد من العوامل الهرمونية اللي بتأثر. أيوة. يعني عند حضرتك غدة اسمها الغدة الدرقية، دي بتفرز هي خمس انواع من الهرمونات اللي هي تي اس اتش، التي 3، التي 4، الفري تي 3، الفري تي 4. دي مهمه جدا ان احنا دايما بنتابع عن طريق ان احنا بنعمل التحاليل الطبيه المختلفه وبتبقى في معامل معتمده، على اساس ان احنا نعرف الزياده والنقصان كل 3 شهور. صحيح. لان في برضو عامل زي هرمون الكورتيزول، ده بيبقى مسؤول عن حرق الدهون في الجسم، ده برضو لازم بنتابع فيه كل 3 شهور او كل 6 شهور ماكسيمم، على اساس ان احنا بنحاول ان احنا النمط الغذائي بتاعنا يبقى متوازن او متماشي مع الهرمونات بتاعتنا. طيب كتير جدا من الناس بيكون عندها نوع من التفكير ان انا بكافئ نفسي بالاكل لو انا زعلان، ده بيكون يعني مثلا حاله من الحالات النفسيه اللي بيشعر الانسان فيها، بيشعر ان هو محتاج يكافئ نفسه او ان هو اتعرض لزعل وضغوط كتيره جدا فعايز يكافئ نفسه مثلا. ما فيش مشكله ان الانسان يكافئ نفسه على اساس ان هو يحس ان بس ايه، يعني في حاجه حلوه كده بيدوقها. ولكن ما يحصلش نوع من الافراط. يعني انا ممكن اكل جاتوهيه في الاسبوع، انا شخصيا ممكن اكل شوكولاته في الاسبوع، لكن مش كل يوم هاكل جاتوه، مش كل يوم هاكل شوكولاته، مش كل يوم هاكل حاجه حلوه، على اساس ان انا مش عايزه استفز الانسولين، مش عايزه استفز البنكرياس. أيوة. مش عايزه اعمل مشاكل صحيه لنفسي بعد كده، ما اعرفش ان انا افقد الوزن اللي انا زدته. لان في ناس ممكن تخش في حاله نفسيه توصل انها تزيد بال 40 وال 50 كيلو وتلجا بعد كده للعمليات الجراحيه اللي برضه بيبقى ليها اثار جانبيه. صحيح. دايما بقول في كل لقاء ان الجهاز المناعي بيرتكز على 4 ركائز اساسيه، لو انا حافظت عليهم بالتالي انا هعدي ازمه الكورونا دي بسلام. اللي هي ايه؟ اولا التغذيه السليمه، ان انا افطر كويس، اتغدى كويس، اتعشى كويس. الحاجه الثانية الرياضة، ان انا لازم على الاقل بمارس 3 ساعات او 4 ساعات في الاسبوع رياضة، حتى لو رياضة المشي. الحاجة الثالثة بنجد النوم الصحي، ان انا ما اقلبش الليل نهار ونهار ليل، فبالتالي بحافظ على الساعة البيولوجية بتاعتي. الحاجة الرابعة التهوية الجيدة للمكان اللي انا قاعدة فيه، البيت لازم اهويه كل يوم بحيث ان انا يحصل نوع من التجديد الهواء. معناها انه لازم يكون عندي نظام غذائي سليم، يكون بمارس رياضة بشكل منتظم، ان لازم يكون عندي يعني منهج للحياة أو أسلوب حياة بحيث أن أنا أحافظ على صحتي وعلى وزني وعلى المناعة. أقدر أعمل ده إزاي؟ بصي حضرتك، أنا عايزة المشاهدين، مش عايزة كلمة دايت، يعني مش عايزة كلمة نظام غذائي، أنا عايزة ده اسمه نظام حياة أو نسق حياة. إزاي؟ أن أنا بصحى الصبح، أولا لو أنا مش مريضة قرحة، لو أنا مش مريضة قولون عصبي، بنصح بفص ثوم على الريق، ده بيرفع المناعة جدا وبيخلي بيعمل زي ديفنس في الجسم. طب لو أنا مش قادرة أخده كده كقرص، لازم أن أنا في السلطه بتاعتي لازم كل يوم يبقى فيها ثوم وبصل ني كده، على اساس ان الزيوت الطياره ما تضيعش في الطهي.
طيب يبقى انا صحيت الصبح باخد معلقه عسل ابيض او عسل اسود برضو بيرفع المناعه لو انا مش مريضه سكر. طيب لو انا مريضه سكر مريضه قولون عصبي باخد بنصح بخل التفاح بيبقى حلو قوي بيرفع من المناعه. طبعا كل ده باخده قبل الفطار بربع ساعه او بنص ساعه. بعد كده ببدا الفطار. وجبه الفطار هي اهم وجبه على مدار اليوم. ما اقدرش اتخيل ان انا انزل من بيتي او انزل ولادي من غير ما يفطروا. ليه؟ لان هي بتعمل زي ستيميوليشن او تنبيه للخلايا المخيه ان هي وبالذات الناس اللي هم مثلا في الثانويه عامه او اللي هو بيحتاج شغله لتركيز جامد فبالتالي انا لازم اوصل له التغذيه السليمه للخلايا المخيه. بعد كده على وجبه الغداء اللي لازم تحتوي على ثلاث محاور اساسيه اللي هي اغذيه البناء، اغذيه الطاقه، اغذيه الوقايه. اغذيه البناء اللي هي البروتين سواء كان قطعه بروتين سواء كان سمك سواء كان يعني اي نوع من البروتين لحمه فراخ. طيب بعد كده اغذيه الوقايه اللي هي اللي بتتمثل في السلطه وفي الخضروات المختلفه. وبعدين اغذيه الطاقه طبعا اللي هي 4 ل6 معالق وانا قايمين 4 ل6 معالق يعني انا شخصيا واحده من الناس بغرف لاولادي بعد عدد المعالق بتاعه الرز او المكرونه. طيب بعد كده بخش على العشاء اللي هي انا دايما اقول في كل لقاء ان انا عايزه اخر وجبه مع اخر ضوء للشمس. بمعنى ايه؟ ان انا 6 7 خلاص انا بقفل خالص بقي مش باكل. جعت بالليل ممكن اخد تفاحه اخد جوافه اخد برتقانه واخر الوجبه بتبقى زبادي بالليمون. لو جبت زبديه وعصرت عليها ليمونه كامله انا بخس 80 جرام من بالليل الصبح بيبقى فات بيرنر طبيعي او حارق للدهون. ان انا الميه بترفع المناعه جدا بتقي من كل يعني الامراض الفيروسيه المختلفه اللي احنا فيها وخصوصا ان احنا داخلين دلوقتي على الشتاء فبالتالي في ناس بتنسى تشرب ميه فبتزيد نسبه التجلطات في الدم. تلاقي الواحد نام ما قامش يقولوا ده توفى ليه؟ نتيجه حصل كلوتنج نتيجه ان اللزوجه بتاعه الدم بتبقى بتزيد في الشتاء. فبالتالي الميه مهمه جدا جدا في وقت الشتاء وعلى طول دايما الواحد يشرب من 8 ل 10 كوبايات ميه. نصيحه حضرتك بالنسبه بقى لدخولنا على فصل الشتاء والناس كلها بتحب ان هي تشرب حاجات كتيره سخنه وان هي ترفع جهاز المناعه، ايه المهم ان انا اشربه ممكن يكون من المشروبات السخنه يعني ان ممكن ترفع جهاز المناعه وتحرق معايا كمان دهون؟ تمام. في العديد من المشروبات في دلوقتي المشروب الذهبي اللي هو الكركم باللبن وممكن احط عليه معلقه عسل ده ممكن اخده 3 مرات في اليوم حلو قوي بيرفع كفاءه الجهاز المناعي وفات برنر طبيعي بيحرق الدهون. في عندي الكمون بالليمون وعليه ليمون برده حلو قوي لو خدت كوبايه الصبح وكوبايه بالليل. حلو قوي لو حطيت الجنزبيل وعليه كمون وليمون برده بيحرق جدا الدهون. مهم طيب كمان مهم ان انا احافظ على مستوى الكوليسترول. تمام. في ناس كتيره جدا بتعتمد ان هي مثلا بتاكل اكتر من بيضه مسلوقه في الاسبوع، العدد اللي مسموح بيه ان انا ممكن اخس معاه وان انا احافظ على صحتي وما يزيدش الكوليسترول عندي؟ بصي حضرتك هو الكوليسترول ده مشكله كبيره جدا لان لو ارتفع ال LDL اللي هو اللو دانستي لايبوبروتين ده بيترسب على شرايين القلب. فبالتالي بحاول بقدر الامكان ان انا اولا كل 3 شهور بحلل الكوليسترول من 12 ل 14 ساعه صيام وبحلل الليبيد بروفايل اللي هو الكوليسترول والترايجلسرايدز وال LDL وال HDL ده بحاول بقدر الامكان ان انا اعرف كل 3 شهور انا ماشيه فين او المسار بتاع الدهون في جسمي في الدم عامل ازاي. بشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتينا وشرفتينا. هنا الدكتوره رضوى الباز اخصائي تغذيه بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه ودكتوراه الكيمياء الحيويه جامعه القاهره نورتينا وشرفتينا. شكرا. وانا